بونجور نغم. اي بونجور اي بلوط، ولا منيح اللي تذكرت تجي على الاجنس وتقول لهم في عندك موظفين وفي عندك شغل. نغم مش وقت الحكي هيدا هلا، في معي ضيوف. رجا بعرفك على رجا ابن خالتي. رجا خبرتك عنه. تشرفنا. اهلا. نغم من اكفأ الموظفين عندي بالاجنس. هما فين الموظفين اللي بتتكلم عليهم واللي هي اكفأ واحدة فيهم؟ مسيو رجا، ان شاء الله تكون عجبتك السيارة. عربية ايه؟ السيارة اللي جبتك من المطار، ولا نسي فارس يخبرك انه هيدي السيارة سيارتي؟ لا معليش. ما تواخذني رجا، نسيت خبرك انه السيارة اللي جابتنا من المطار بتكون سيارة نغم. في كل الأحوال ميرسي. لا ولو نحن بالخدمة. مسيو رجا اسمح لي بليز على المكتب. مسيو رجا؟ تلمني خدمتك يا فارس. حلو ما بوشي، بس فارس أحلامي أحلى. أنا في حاجة مش فاهمها، إزاي تسمح الموظفة بتشتغل عندك تتكلم معاك بالطريقة دي؟ نغم؟ أنا ونغم أخدين وجه على بعضنا. وش ولا قفا؟ هي اللي تشتغل عندك ولا أنت بتشتغل عندها؟ هي بتشتغل عندي. أمال إيه اللي بيحصل؟ بصراحة مضطر أتحملها. ليه مضطر؟ لأنه هي الوحيدة بتتحملني. الكلام ده مش داخل دماغي، دي لسه مبهدلاك. بدك الصراحة؟ قول الصراحة. صار لي 3 اشهر مش دافع لها، كتر خير عم تجي على الدوام. انت ليه مش متقبضها؟ في مصاري وما دفعت لها؟ الشغل دائر هاليومين. انت مش قلت لي الشغل كويس جدا والاجنس مكتسح السوق؟ اعتبرها كذبه بيضة. طب هي عايزه كام؟ معاشها 1200 دولار بالشهر وحساب. بص خد ال 2000 دولار دول هكمل لك الباقي بكره. لا بشرفك رجا، ما بترجاك ما تحرجني. ما معيش غيرهم، هكمل لك الباقي بكره. انا وانت واحد. الله رجا ميرسي. نغم قولي لي قد ايه مكسور علي من المعاش تبعك؟ 3275. ليه ناوي تدفع لي اياهم؟ هالقد صاروا؟ طيب هيدي 150، هاي 270 دولار، اعتبريهم دفعة أولى، رح كمل لك كل الباقي بس خليها تنفرج علي أنت. لا لا خلص ما تضايق حالك، أصلاً ما بيحرصوا. أبداً ما في مجال، بدك تاخذيهم تتسايسر على القليلة، يلا. لا خلص عم بقول لك بعدين أروح، خلص ابن خالتك ناطرك، عيب خلص. ويلي عليك نغم، نغم أنت كثير كبيرة، بتعرفي إنه عيلة معقولة تدمع؟ عن جد بينعمل لك تمثال. تابعي تابعي.